ذا اوردر ريليشن، علاقة الترتيب. هسه الاعداد خط، الاعداد الموجودة على خط الاعداد لهم ترتيب معين، زي ما حكينا قبل، حكينا انه الصفر والما لا نهاية والسالب ما لا نهاية، في اعداد اللي هي A هون B هون B هون C، حسب موقعه بده يكون اختلاف، ممكن يكون عدد اكبر من عدد او عدد اصغر من عدد. تمام، لو فرضنا انه ال A عبارة عن 0، ال B عدد موجب وال C راح يكون عدد سالب، فال B راح يكون اكبر من A او A راح تكون اقل من B. ال A اكبر من C لانه C هو مثابة عدد سالب، لانه رايح على جهة عدد سالبة، وال C اقل من A. فتعريف اي عددين if A and B are any two real number، فالعلاقة بيناتهم راح تكون يا اما A اقل من B، يعني A اقل من B، او اللي هي نفسها B اكبر من A. ما تكون B اكبر من A اذا كان حاصل طرح B ناقص A is positive number، اللي عدد صحيح موجب، مش شرط يكون صحيح بس عدد موجب. يعني مثلا مثال بسيط عليها مشان توضح الفكرة، 5 اقل من 7، او نفس الشيء بدنا نحكي انه 7 اكبر من 5، لما نطرح 7 ناقص 5 بتعطينا 2 عدد موجب. بعد بدنا نعطيكم بعض الشغلات البديهية لعلاقة الترتيب. بحكي لك اني تو ريال نمبر اللي حكينا قبل شوي ممكن يكون عدد اقل من عدد او عدد اكبر من عدد او عدد يساوي عدد، اللي هي نفسه مثلا 2 يساوي 2 او 3 يساوي 3 وهكذا. ترانزيتيف في التعدي. هسا في عندنا خط اعداد وهي الاعداد مكتوبه على افتراض هون انه هون البي بده يكون اكبر من A والسي اكبر من B. If A B و C are real number where A أقل من B و B أقل من C then A أقل من C، يعني بالترتيب A أقل من B، يعني مثلا ناقص 2 أقل من 3 والثلاث أقل من 5، فبدها تكون ناقص 2 اقل من ايش؟ اقل من 5. رقم 4، اف اي اقل من بي، عندنا هون علاقه ذن اي زائد سي، يعني لما نضيف او نطرح للطرفين بنضيف مقدار ثابت اللي هو عندنا هون ايش؟ سي. تمام، يكون عندنا هون سي اي زائد بي، نزيد او نطرح هون نفس الشيء للطرفين. يعني مثال بسيط عليها اللي هي مثلا A 2 أقل من 5، لما نزيد الطرفين 2 زائد 3 أقل من 5 زائد 3 أقل من 5 زائد 3، يعني إذا زدنا عدد متساوي تبقى العلاقة صحيحة 5 أقل من 8. إذا زدنا أضفنا أو طرحنا نفس العدد للجهتين تبقى العلاقة صحيحة. ولكن في عنا هون شغلتين، إذا في حالة الضرب إذا بتغير عنا، إذا بنضرب عدد موجب تبقى العلاقة كما هي، أما إذا بنضرب عدد سالب نضرب او نقسم لازم تنعكس اشارة المتباينة. if A اقل من B and C اكبر من صفر، يعني عدد موجب، عدد موجب، عدد موجب، فعندنا هنا A في C اقل من B في C and، يعني اذا ضربنا او قسمنا
تبقى زي ما هي. يعني مثلا 2 أقل من 5، إذا ضربنا ب2 بتضلها 2 في 2 أقل من إيش؟ 5 ضرب 2 يعني 4، بدها تظلها أقل من إيش؟ أقل من 10. ونفس الشيء على القسمة، لو حكينا 3 أقل من 6 قسمنا على 3، هل 3 على 3؟ بدها تظلها كمان نفس الشيء أقل من إيش؟ أقل من 6 على 3. هاي اللي في حال ضربنا أو قسمنا بعدد سالب، بعدد موجب، أما عدد سالب بتختلف. انه الطف عبارة عن 1 على 1 اقل من 2. اف اي اقل من بي ان سي اقل من 0. سي اقل من 0 يعني معناته عدد ايش؟ عدد سالب. لما نضرب عدد سالب بدنا نعكس اشارة المتباينة، بدنا نعكس اشارة المتباينة. يعني مثال 2 اقل من 3، لو ضربنا في سالب 1، هل 2 في سالب 1 أقل من 3 في سالب 1؟ هل سالب 2 أقل من سالب 3؟ سالب 3 أقل من سالب 2، غلط يعني بالعكس، هاي عبارة خاطئة. فلازم عند الضرب في سالب نعكس إشارة المتباينة، بتصير ناقص 2 أكبر من سالب 3. عند الضرب بسالب يجب عكس إشارة المتباينة، اللي هي هاي عند الضرب أو القسم عدد سالب يجب أن نعكس إشارة المتباينة. وهذا المثال يعبر عن إيش؟ أنه إف A أقل من B then سالب A أكبر من سالب B. ف A أقل من B أن C أقل من 0، يعني نعتبر C عبارة عن A سالب 1، نعتبر C عبارة عن عدد سالب، C يساوي سالب 1. ف A في ناقص 1 أكبر من B في سالب 1، أو إيش؟ سالب A أكبر من سالب B.